وانا لازم احور عشان احقق التارجت. عشان الرقم يتحقق في اي حاجه تانية. بالظبط كده. الموضوع اكبر بكتير من ان انا احقق التارجت. المشكله ان انت حتى ايفن بعد ما بتتعود على كده، لما بتبقى مدير بتعود الناس اللي تحتيك على كده. لو عايزين نقول تقسيمه كده سريعه بسيطه للحته بتاعه السيلز، لو حد هيبدا فيبقى عارف انه السيلز فيها 1 2 3 4. هو كده رفع الايدين بتاعه الكرسي في حاجه. فبتخلق بقى جيل من البياعين اللي هم كلهم شمال. العميل بيحس، البياع النظيف اللي عنده كريدت وسمعته كويسه احسن بكتير واطول بكتير في عمر الشغلانه او الكار او الصنعه. مفيش منتج بيطلع في العالم الا لما زي ما حد يبيعه. بياع الشركات ده ليه مواصفات، وبياع الراجل الكونسيومر ده ليه مواصفات تانية. انا لو قلت لكم انا دلوقتي شغال ايه وخريج ايه هتبقى صدمه حضاريه. وانا لو قلت لكم انا اشتغلت ايه وانا في الكليه لغايه لما دخلت اشتغلت بعدها ايه، فما اعتقدش هتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي تاني. يعني انت لو في اولويات حضرتك ان انت محتاج تقعد تلعب في ودانك ربع ساعه في اليوم، هتلاقي لها ربع ساعه عشان تلعب في ودانك. على فكره هو في اكل ولا البتاع ده هينزل امتى؟ البتاع ده انا همنتجه. وعارف يا احمد يا شاهين البتاع ده لو ما نزلش هعمل فيك ايه؟ انا كرامتي هتضيع لو انا وعد وعد وعد. ايوه ده ايوه هنا الفيديو ده هيتمنتج ويخلص وذن ديسمبر. ليه بقى؟ ماشي هقول لك ليه؟ عشان انا اوريدي احنا بدات بقى بعد بقى الكامب بتاع يوتيوب بقى، فجايين بقى صح. بنعمل حاجات وتحضيرات. مش دي نفس البيعه اللي انت بقى تهز؟ لا لا والله ما كانتش كده. بيعه مختلفه. ايوه صورتك بدات تتهز. بياع شاطر ولا لا؟